في محاولة لفهم ما يجري في باكستان وتأثيره على المنطقة، ينضم إلي الآن هنا في الاستوديو وليد نعمان، مستشار إقليمي في الاقتصاد السياسي لدى جامعة كوفنتري في دبي. أهلا وسهلا فيك وليد. أهلا. يعني مش أول مرة بتصير بباكستان أكيد مفهوم، لكن ضمن إطار كل شيء تاني عم بيصير حواليها من تغيرات يعني جيوسياسية في المنطقة، إذا كان ولاءات الصين وروسيا أو خلافات مع الولايات المتحدة وما إلى ذلك، شو اللي ممكن يكون عم بيصير حاليا بباكستان؟ الوضع في باكستان يعني هو خطير ومعقد، بالإضافة إلى العوامل الخارجية التي تكلمت عنها، والتي باكستان تقع يعني في وسطها، لها علاقات مع الولايات المتحدة، لها علاقات تجارية كبيرة مع الصين. نحن نتكلم عن حوالي 20 مليار دولار استثمارات صينية في باكستان، وهي مهمة للغاية لطريق الحرير بالنسبة للصين. أيضا لها حدود مع أفغانستان التي تمر بمرحلة يعني مرحلة صعبة للغاية. أعتقد على المستوى الداخلي أيضا السياسة يعني هي تخضع لتجاذبات بين ثلاث أقطاب على مدى التاريخ. قطب الجيش يعني، وهو أكبر قطب يعني والمؤثر الأول في السياسة الباكستانية، البرلمان وأيضا القضاء. هذه الأزمة الآن سيكون الحل أو المخرج عن طريق التجاذبات بين هذه الأطراف. عمران خان وفي الحقيقة هو قائد كاريزماتي وله شعبية في باكستان، ولكن هناك يعني تجمع للمعارضة قوي يحاول الإحاطة بكل الوسائل. وبالطبع القرار الآن في يد المحكمة العليا، فإذا يعني انتصرت المحكمة العليا لعمران خان فهذا يعني أنه سيبقى في الحكم على الأقل لسنوات، وقد على الأقل أخيرا يستطيع أن يطبق خطته الاقتصادية بالتعاون مع الاي ام اف. لو ايضا السيناريو الاخر، لو قامت المحكمة العليا يعني بابطال اجراءات حليف عمران خان ورئيس البرلمان، ذلك سيقوي من المعارضة وستطيح به عن طريق حجب الثقة. ايضا هناك خيار ثالث، المحكمة يمكن ان تصدر عدم الاختصاص، وبالتالي سيطيل عمر الأزمة. ولكن كملخص، اذا طالت الأزمة السياسية ذلك سيؤثر بشدة على السياسات الاقتصادية ويزيد عدم اليقين فعلى المستقبل السياسي والاقتصادي لباكستان. لأي درجة هي الأزمة بالفعل نتيجة ما يجري في الخارج وليس في الداخل؟ هلأ طبعا الأحزاب المعارضة اجتمعوا عليه وصار الحزبين المعارضين ضده قوة أكبر، ما في شك. الجيش كان يفترض أنه يكون معه، لكن الآن يبدو بأنه في تصريحات لقائد الجيش ضد المسعى اللي عم بيقوم فيه عمران خان بالوقت الحاضر. لكن بنفس الوقت عندك الولايات المتحدة يلي هي بعد أكبر سوق تصدير للباكستان، عم بيطلع عمران خان وعم بيقول إنه هذا افتعال من وتدخل بشأن داخلي من قبل الولايات المتحدة، لأنه هو مش صافف معهم بموضوع روسيا والصين. صحيح، يعني هو الانتقادات الشديدة من واشنطن ومن وسائل الإعلام الغربية لعمران خان جاءت خاصة بعد زيارته لبوتين في أول يوم من الغزو الروسي لأوكرانيا، وهذا يعني يتنافى إطلاقا مع ما اتفق عليه المجتمع الدولي أساسا بين مزدوجتين حول يعني انتقاد روسيا ومحاولة يعني وضع يعني عقوبات مشددة على روسيا ومعاقبتها على ما قامت به. الآن أعتقد أن هناك طرفين، الجيش الباكستاني الذي يؤكد على العلاقات الاستراتيجية والأمنية مع الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى عمران خان الذي يحاول الآن تنويع الأصدقاء بالنسبة لنظام حكمه. ولكن أيضا يجب أخذ بعين الاعتبار أن باكستان هي دولة نووية يعني، وهي أيضا من ناحية ديموغرافية من أكبر الدول، نحن نتكلم عن 220 مليون نسمة، فبالطبع هي سوق استهلاكية. ولكن أي تغير استراتيجي في موقف باكستان نحو الولايات المتحدة أو نحو الصين سيؤثر على المنطقة الآسيوية كاملة. طب أين تقع مصالح؟ كمان لابد وأن نذكر بأنه في تقارب كثير بين دول الخليج وباكستان. الإمارات يوم أمس بعتقد أن عملت رول أوفر لدين بمليار دولار للباكستان، وكان هناك مساعدات أيضا وزيارات إلى السعودية. فهل هذا بيأكد على الأقطاب يلي عم ينحكى فيها هلا ولا كيف؟ أعتقد العلاقة مع دول الخليج هي علاقة ثابتة نظرا يعني
للتاريخ المشترك بين باكستان وبين دول الخليج. العلاقات الأمنية والعسكرية كانت يعني وما زالت قوية للغاية، خاصة بين العربية السعودية وبين دول الخليج الأخرى مع باكستان. في نفس الأمر الواقع الاقتصادي يفرض على أن هذه الدول أن تتقارب، لأن اليد العاملة الباكستانية موجودة بكثرة في دول الخليج وتساهم في النقد يعني النهضة الاقتصادية لدول الخليج. في نفس الوقت يعني ما يبعثه أو ما يرسله هؤلاء العمال نحو باكستان يعني من خلال يعني الكرنسي ترانسفير يمثل يعني مدخل دخل مهم للغايه لباكستان، خاصه ان الان يعني يمكن ان نتنبؤ بان تتعثر المحادثات بين الاي ام اف وباكستان، وهي باكستان الان في حاجه لسيوله ماليه شديده. نرجع على السؤال نفسه، هل هي مؤامره خارجيه؟ هو متهم طبعا من قبل من الداخل بانه ما قدر يسيطر على الاقتصاد، وبالفعل غير ما بعرف كم وزير مالية وكم حاكم مصرف أكثر من مرة، أنه بيوصفوا السياسة المالية تبعه أنها عشوائية جدا، باتهام بأنه ما عنده هذه القدرة، والبلد بحاجة طبعا لحد يقدر يمسك موضوع الفاينانس وموضوع الفساد. في حالة يعني الجانب الاقتصادي صحيح، هو كانت هناك بعض الإجراءات الشعبوية، هو اتفق مع صندوق النقد الدولي على القيام بإصلاحات هيكلية بسياسات مالية أيضا، ولكن منذ شهر قام أيضا بمحاولة تخفيض أسعار بعض المنتجات التي كان من المفروض أن يحررها مثل الكهرباء ومثل البنزين، وهذا يعني أدى بالصندوق النقد الدولي أن ينتقد الخطوة يعني وصنفها كخطوة باكستان تقوم بخطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الخلف، وبالتالي العلاقات متشنجة وهذا سيؤثر على المستقبل الاقتصادي. هل هي مؤامرة؟ من الصعب الحكم بذلك، لأن ليس لدينا يعني اطلاع على الوثائق السرية بين باكستان والولايات المتحدة، ولكن عمران خان هو ذكي، هو يدرك أنه حتى يستطيع يعني تشديد صفوف مناصرية في الشارع وحتى سياسيين يجب الاتهام القوى الخارجية بشكل كثير مختصر. وليد، ما هي فرصه إذن بالنظر لموقفه ضد الولايات المتحدة الآن؟ ما هي فرصه بالبقاء؟ هو يعتمد بشكل أساسي على موقف الجيش وموقف القضاء. أعتقد أن المعارضة الآن تفوز بالمعركة الإعلامية، هناك تشنج إعلامي كبير للغاية. هل تتخوف على باكستان من أن تتدهور الأوضاع الأمنية هناك نتيجة هذا؟ فيه يعني في خطر أن تتدهور الأوضاع الأمنية، ولكن لن تصل إلى حافة يعني الحرب الأهلية أو الاشتباكات، لأن الجيش متمسك بمفاصل الأمن القومي في باكستان، وباكستان أيضا الجيش تدخل 3 مرات من أجل إزاحة حكام مدنيين وحكم لمدة 33 سنة، وبالتالي حتى في ظل الأزمة الاستقرار سيبقى على درجة أدنى. وليد نعمان، شكرا جزيلا لك. شكرا.